Hein, le vent, il y a le... واش واش لافال معاكم ياسين صاوب فيديو جديد هذا الفيديو ديال الدراري ما انا كامل كوزان واش كامل ياسين صافا بخير مزيان المهم كمال واحد الانسان اللي عزيز عليا بزاف وفيما كنبغي كنلقاه في جنبي فهمتي بحال خويا وبحال الوالد ديالي بزاف ديال الحوايج المهم كمال كان مريض كوزان كنتي مريض دوز ساعه قالوا الحمد لله الحمد لله اللي وليت بخير وبفضل خوتي المغاربه اللي وقفوا في جنبي وكانوا كيعيطوا لخويا الاشرف تحياتي من هذا المنبر خويا اشرف اللي وقف معايا في السراء وفي الضراء المهم خويا كامل الحمد لله اللي وليت بخير الحمد لله ملي وليت بخير شفت خويا ياسين حتى هو اللي فرحان انا دابا شفت خويا ياسين المهم اليوم جبنا كمال غيدوز نهار ديال الرفاهيه خوت ونتقداو لك احسن اوتفيت في العالم شكرا خويا ياسين شكرا شكرا خويا ياسين المهم الدراري شوفوا معنا اليوم تقداو كامل ريحه او تفيت ناضي فهمتي غنسيكيو كما غيتسي واخا دابا انت فهمتي مبوقص لي دابا ولكن انا بغيت نعطيك هذه فهمتي حاش انت عزيز عليه الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك خويا ياسين مرحبا الله يحفظك خويا ياسين واش نتصور انا واحد نقدر نتصور سير سير ها شوف عزل لي اي حاجه بغيتي اخويا اش غنقول لك اخويا ياسين الله يكبر بيك وانا فرحان لي فرحان والفرحه ديالي عفاك هو يحدي في الجال قاصحه ولا خفيفه انا ما كرهتش تكون قاصحه حيت كم قاصحه هذيك زوينه ديال لا ما كرهتش الاخت تكون ديال العود نو تكون اكثر عود انا كيعجبني لك الله يحفظك اختي المهم غتجمع لي اخويا ياسين هادي حيت كنت قلت لي اللي عجبتك في المولى اخويا خود ياك ياسين صافي غتجمع لي هادي ميرسي اختي الله يحفظك الله يفرحك المهم انت راهم في كل يوم الله يحفظك اخويا ياسين شكرا بزاف بزاف والله الا هادشي كيفرح واحد شحال اختي كدير 1290 درهم 1290 درهم شكرا الاخ الف قلتي الف الف انا عايش لي با كامل الله يحفظك كل الهدايا اللي في الكون واه شوف اليوم دخل دابا شوف دخل دابا الطوامي دابا مرحبا عشيري هذا معايا في وقت الشدة حدايا سال كل الهدايا انا دايرين الصوت دابا اه والله انا دايرين الصوت مرحبا كنشكرك بزاف اخويا ياسين هادشي راه فاجئتيني به هادشي راه كيبان ليا يعني مرحبا كلشي اخويا راه ما بغاش نكثر عليك اخويا ياسين لحقاش هادو راه بزاف والله حتى لا صاحبي كلشي ديالك حلف كيفاش قلت لك انا في فيديو قلت لك تقدم اغلى حطه الله يحفظك اخويا ياسين شكرا عرفتي شكون بغاك كنلقاك حدايا فهمتي يحفظك اخويا ياسين شكون شوف شوف عزل هادو قال لي ما اش بان لك انت ضربنا واحد الواد شوف شحال كتلبس انت هي هادي ميكس لا الاس لا الاس ياسين هذا مزيان هذا ناضي هذا زوين عجبني انا حتى انا عجبني المهم انا قلت لها تجيب لك شي سوا مزيان شوف تجينا هذا ماشي مشكل نقدر نسقو نقصو في التيور نخليو هذا مزيان نقصو بالي حتى مع البيض غيجي زوين ياك البيض يجي احسن ياك هادشي اللي قلت البيض غيمشي مع هذا صافي شوف البيض لكن البيض ما عندهمش ميرسي
مليح مليح برافو عليك. انا ما بغيتش نكثر على ياسين ولكن ماشي مشكل. ياسين زيدني هذا زعما. انت عزيز عليك قميصات ولا ها؟ حتى التيشورتات راني لابس زعما. صافي خذ هذا تا هو خذ. صافي شكرا ياس. تتخلص تخلص بلاكار؟ ندير الكود. Pour l'échange. Merci. Merci, شكراً لحفظك. أنت على ما جاوش ها هو سميتو. تي كاين باش تشونج حقاش أنت ما بغيتش تسقي. صافي لحفظك شكراً خويا ياسين. شو اسمه شاه حفيد جاز التكنيشن زوين شحال كتعمل عندكم الاخ هذه؟ هذيك 8650 درهم جباش بزاف عليك اخويا دير لي افلاس تاع شي بنت ودير لي افلاس وهذا كانت بزاف عليك ما كاين لاش يا ياسين والله ها؟ صح جباش كان هاني خويا عافاك تجمع لينا هذه الله يجزيك بخير زوين ها زوين باش ما عجبهاش كمان دابا لا لا زوين والله حتى زوين كنشكرك يا ياسين على هذا الشيء اللي درتي معايا نحفظك شحال في هذه لا كونتي 50 انت زين ميرسي ياسين بزاف والله ميرسي بزاف هنا لو نو ديال لو كليون كاستمر نيم تكتب سميتك انت لا كتب ماشي لا لا كتب سميتك هو ديالك انا فكان ميرسي خويا بزاف شكرا شكرا خويا الله يحفظك خويا شكرا ميرسي بزاف ياسين بركه عليك والله كنشكرك بزاف على هذا الشيء اللي درتي معايا والله العظيم هذا الجميل ديالك ما ننساش وحق الله العظيم ميرسي مرتاح بعدا والله الا فرحان ماشي مرتاح فرحان عرفتي علاش خرق معايا الساعه ما بقيتش معايا مخوف هاد الشحال ما خرجتش اول خرجه عندي معاك ياسين عرفتي كون ما جيتيش عندي للدار انا ما غاديش نخرج عرفتي واحد الصراحه حسيت بعد علي اي حاجه مرض اي واحد خاف باش هو ضرب الحطه ان شاء الله غادي نضرب هاد الحطه وغادي تجي عندي وغنعرض على ياسين ان شاء الله بالحطه اللي شرا ليا بالمكانه ديالها بكل ما ليها وكنشكر ياسين بزاف الدراري كان هذا هو الفيديو ما تنساوش لايك سبسكرايب بارطاجيو الفيديو مع صحابكم وخليو شي كومونتير زوين الكمال و تحياتي ابو كمال الله يحفظك خويا ياسين شكرا